طيب بصوا بقى، هنعمل العصير. عاملاه النهارده كده كوكتيل جميل جدا، يعني جميل كده وفريش وحلو كده للصيف. عندنا موز، عندنا فراوله، عندنا كيوي، عندنا كمثرى، عندنا شربات فراوله، عندنا ثلج. ماشي، يعني كوبايه عصير متكامله. نجيب كده الموزه، الناس بقى اللي ما بتاكلش موز مش بتحبه، ما بتاكلش كمثرى، نحط لهم كل ده بقى في كوبايه واحده، هيتاكل وهيبقى طعمه هيتشرب قصدي وهيبقى طعمه حلو قوي. طيب نحط موزه كمان، الموزه كده بتتقل العصير. خلاص اهو، نحط الفراولة، هي اللي بتدي بقى للعصير السائل بتاعه. هنحط الكمثرى، الكمثرى لما نحطها نكتفي بواحدة بس، يعني لو هما موزتين يبقى نكتفي بإيه، بكمثراية واحدة. حبة التلج، ونخلي بالنا ان الخلاط بتاعنا يبقى بيتضرب فيه تلج. شايفين بقى كمية المية اللي حطيناها؟ حطينا مية قليلة قوي. ماشي، انا دايما لما بعمل العصير ما بحبش احط مية كتير عشان نستفيد بالقيمة الغذائية بتاعته، فيعني ما نستعجلش، بالراحة كده ونحط ايه. انا كنت المفروض احط الكمثرى اخر حاجة، بس ايه، نقلب كده، حطيت بالظبط اقل من ربع كوباية مية. طيب هعمل ايه بقى؟ هجيب هنا عندي شربات فراولة، لو انتوا مثلا عايزين شربات فراولة، شربات ورد، هحطه كده بالمعلقة. خلاص اوكي، وهحط، لا استنى مش هحطها دلوقتي، نعمل كده.